بدأ شغله من سايبر تحت بيته، بيسهر لحد 7 الصبح، وصديق عمره مشى من الشركة ونصب عليه في ملايين. اشتغل شغلانات محدش يتوقعها ورفض منصب في الأمم المتحدة عشان ملوش في الصحيان بدري. قصة حياة صلاح أبو المجد، أشهر محاضر في الوطن العربي. كل اللي ليهم في السوشيال ميديا صدفتهم فيديوهاته ومحاضراته، وهو بيقول كلام مهم عن البزنس والشغل والعلاقات والحياة، وده عرضه لانتقادات كتيرة وناس كتير استغربت وقتها. عنده 40 سنة ولسه ما اتجوز. السوشيال ميديا أنقذته من الاكتئاب، الإمارات منحته الإقامة الذهبية، عنده شركتين دلوقتي في مصر ودبي، وثروته بتزيد كل ساعة. لازم تعرف في البداية إن صلاح والده كان صحفي بيسافر دول عربية كتير، وكان صلاح مش بيلحق يحفظ صحابه في المدرسة، ولازم ينقل مدرسته مع أبوه في أي مكان يسافر له، وده خلاه طبعاً ما عندهوش صحاب، وعنده مشاكل في التواصل، وشبه منطوي على نفسه. وبعد فترة الأسرة استقرت في مصر، ودخل صلاح حقوق إنجليزي جامعة المنصورة، وكان هدفه من أول يوم يبقى قاضي أو وكيل نيابة. لكن الغريبة إنه كان الأخير على دفعته في الكلية. هنا بقى اتبخرت كل أحلامه، لكن قرر يكمل ماجستير قانون خاص في جامعة عين شمس، وبدأ يشتغل فريلانس لطلبة الحقوق اللي ما كانوش بيفهموا من الدكاترة. كان عنده يقين ان المدرس او الدكتور هو السبب في ان الطالب ما يفهمش المادة، وعشان كده اخترع طريقة سهلة لتوصيل المعلومات للطلاب، واتفاجئ بان طلبة كتير جابت تقدير على ايده واتشهر جدا وقتها، واشترى وقتها لابتوب جديد وبدأ يحضر ماجستير في قانون التجارة الدولي في جامعة امريكية بمنحة من الاتحاد الاوروبي. رجع صلاح فاهم في الاقتصاد الدولي، شارك صديق عمره واللي بتجمعه بيه 10 سنين، اسسوا شركة في دبي وبقى عنده اكتر من 100 كلاينت. وفي سنة 2016 صحي على كابوس وهو ان صاحبه مشى من الشركة، سرق كل العملاء بتوعه على منصات السوشيال ميديا. وقتها بقى كان بيمر بأزمة في علاقة عاطفية خفاها عن الناس، وده عرضه لأزمة ثقة واكتئاب حاد، خلاه يلزم السرير فترة طويلة، وكان بيقاوم فكرة الانتحار يوميا وهو انه ينط من بلكونة بيتهم، لحد ما زاره دكتور نفساني وقدر يخرجه من الحالة دي، قدر يرجع للحياة، بس كان خسران كل حاجة، صديق عمره، حبيبته، فلوسه، وكمان عليه ديون لناس كتير بدأ يسددها، واشتغل 3 شغلانات علشان يسددها، من ضمنها سايبر تحت بيته، وأجر قاعة وبدأ يدي فيها للطلبة دروس. ورجع صلاح أبو المجد يستعيد ثقته بنفسه الفترة دي، وفي وسط المحاضرات دي كان بيدي نصايح للطلبة عن الحياة وعن التجارب اللي مر بيها، ودروس مهمة جدا من اللي كان بيحب يسمعها، زي إنك لو عاوز تبقى معلم كبير لازم تبقى صبي الأول وتوسخ إيدك في الشغل، وإن الشاب لو مرتب تبقى أقل من 10,000 جنيه ما يتجوز، وده لأنه ساعتها هيظلم بنات الناس معاه ويجيب عيال تسرح في إشارات المرور. وبعد ما كان صلاح أبو المجد بيدي دروس في القانون، بقى بيدي دروس في الحياة، ومحاضراته قاعاتها بتكون كومبليت. قولوا لنا بقى، هل سمعتوا عن صلاح أبو المجد قبل كده ولا لأ؟